بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة الأولى من الأسبوع العاشر لمساق عقد الإيجار سوف نستكمل المحاضرة السابقة ونتحدث ما يترتب على إخلال المؤجر بالتزامه بتسليم المأجور للمستأجر، وهذا ما بينته المادة 612 من القانون المدني، حيث اعتبرت الجزاء الذي يقع على المؤجر إذا أخل بالتزامه في ناحية أو أكثر من هذه النواحي، وهذا ما بينته المادة المذكورة، حيث أنه لم يتعرض هذا النص إلا لجزاء التسليم المعين، إلا أنه يعتبر تطبيقا للقواعد العامة، ولذلك يمكن تطبيق أحكام النص إذا ما أخل المؤجر بالتزامه كالتأخير في التسليم أو الامتناع عنه. ويكون التسليم مبيعا كأن تكون العين المؤجرة وملحقاتها لا تفي بالغرض الذي من أجله تم الإيجار، أو إذا تم التسليم في غير موعده أو في غير مكانه، وعدم وفاء المؤجر بالتزامه بتسليم المأجور قد يكون راجعا لسبب هلاك العين أو أن يكون راجعا لسبب أجنبي. فإذا كان الهلاك كليا يكون على المؤجر باعتباره المالك، سواء كان الهلاك قبل أو بعد التسليم، بشرط ألا يكون للمستأجر يد في ذلك. فإذا كان الهلاك كليا للمستأجر أن يفسخ العقد أو أن يطالب بنقص الأجرة، وإذا كان النقص كبيرا أو كان من شأنه تعريض المستأجر وذويه للخطر، يكون المستأجر أخل بالتزامه، أو إذا سلم المأجور في غير موعده يكون للمستأجر طلب التنفيذ العيني أو الفسخ والتعويض إن كان له مقتضى أو إنقاص الأجرة، وذلك على النحو الآتي: أولا، أن يطلب المستأجر إجبار المؤجر على تسليمه المأجور، ومعنى ذلك أن يطلب المستأجر من القضاء إجبار المؤجر على تسليمه العين المؤجرة إذا توافرت شروطه، ويشترط لجبر المؤجر على تسليم المأجور ألا يوجد حق للغير على المأجور يحول دون ذلك، كأن يكون المأجور مرهونا رهنا حيازيا في يد شخص آخر. كما للمستأجر أن يجبر المؤجر على القيام بالإصلاحات اللازمة حتى يصلح للانتفاع، بشرط عدم إرهاق المؤجر بسبب الإصلاحات، فإذا تحقق الإرهاق فيقتصر حق المستأجر على التعويض دون جبر المؤجر على الإصلاحات. ويجوز للمستأجر أن يقوم بالإصلاحات على نفقة المؤجر إذا أعذره بالقيام بها ولم ينفذها، شريطة أن يطلب إذن من القضاء لذلك، وفي حالة الاستعجال يستطيع المستأجر أن يقوم بالإصلاحات دون الرجوع للقضاء للحصول على إذن منه، ويحق للمستأجر أن يجبر المؤجر على تسليمه المأجور في المكان اللازم تسليمه فيه. فإذا وضع المؤجر المأجور في مكان آخر تحت تصرف المستأجر، يحق للمستأجر أن يجبره على نقل المأجور من ذلك المكان اللازم تسليمه فيه. ثانيا، فسخ عقد الإيجار. كذلك يجوز للمستأجر في حالة إخلال المؤجر تسليمه المأجور أن يطلب فسخ العقد، سواء كان عدم التنفيذ يرجع إلى خطأ المؤجر أو يرجع لسبب أجنبي. فإذا ما طالب المستأجر فسخ العقد يكون للقاضي سلطة تقديرية في هذا الشأن. فإذا ثبت عدم وجود مبرر للفسخ كأن يكون التأخير بسيطا لا يؤثر على المنفعة التي يتوخاها المستأجر في المأجور، أو كان المكان الموجود في المأجور قريبا من مكان التسليم، وفي هذه الحالات لا يحكم القاضي بالفسخ لأن هذه الالتزامات قليلة الأهمية. أما إذا كان التأخير
قد أثر على المنفعة المقصودة كمن يستأجر شقة لزواره ولم يقم المؤجر بتسليمها. يسافر هؤلاء الزوار، ففي هذه الحالة يحكم القاضي بالفسخ لأنها لا تفي بالغرض الذي من أجله تمت الإيجار، وبالتالي تطبق أحكام نص المادة 618 الفقرة الثانية. ثالثا التعويض. وجد التعويض لجبر الضرر، فإذا ما لحق المستأجر ضرر بسبب إخلال المؤجر بالتزامه فله المطالبة بالتعويض إلى جانب التنفيذ الجبري، أو المطالبة بالفسخ إلى جانب التعويض بشرط أن يكون الإخلال بسبب أجنبي. أما إذا كان بسبب أجنبي فلا حق المستأجر بالتنفيذ، ويشمل التعويض ما لحق مستأجر من ضرر وما فاته من كسب بسبب إخلال المؤجر بالتزامه بالتسليم. رابعا نقص الأجرة. كذلك المستأجر أن يختار إنقاص الأجرة بالقدر الذي نقصت فيه المنفعة، فإن تنازل عن الفسخ والتنفيذ الجبري واكتفى المستأجر بإنقاص الأجرة فلا يستطيع المطالبة بالفسخ، بشرط ألا يكون محل الإيجار مستحيلا تسليما. وإذا سلمت في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع، أو إذا نقص الانتفاع نقصا كبيرا، أن يطلب الفسخ مع التعويض إن كان له مقتضى. والآن ننتقل إلى موضوع آخر، ألا وهو التزام المؤجر بصيانة المأجور. طبعا عالجت هذه المسألة المادة 621 القانون المدني، حيث أوجبت على المؤجر القيام بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي سلمت بها، وأن يقوم أثناء الإيجار بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية، إلا أن المشرع لم يضع معيارا يميز فيه ما يعتبر من الترميمات الضرورية التي يلتزم بها المؤجر وما هو من الترميمات التأجيرية يلتزم بها المستأجر، ولكنه اكتفى بوضع أمثلة لما يجب أن يكون أو أن يقوم به المؤجر، فألزمه بإجراء كل ما يلزم لإصلاح الأسطح والآبار ومصارف المياه، إلا أن الفقه ميز بين ثلاث أنواع. النوع الأول الترميمات الضرورية لحفظ المأجور، مثل ترميم الجدران المنزل أو الشقة مهددة بالسقوط، فهذه الترميمات لازمة للانتفاع بالمنزل والمحافظة عليه. ثانيا ترميمات تأجيرية، وهي التي تكون لازمة للانتفاع بالمأجور، وهي ترميمات بسيطة للانتفاع بالمأجور، مثل إصلاح مفاتيح النور أو الزجاج أو صنابير المياه أو الطلاء والدهان. ثالثا ترميمات ضرورية للانتفاع بالمأجور من قبل المستأجر انتفاعا كاملا، مثل إصلاح درج البيت، دورات المياه أو إصلاح المصاعد. وتقدير ما إذا كان الأمر يتعلق بإصلاح ضروري أو تأجيري يختلف باختلاف طبيعة المأجور وباختلاف الظروف وأحوال كل مأجور على حدة، ويترك تقدير ذلك لقاضي الموضوع الذي يسترشد بالعرف القائم في المنطقة التي يكون فيها المأجور. أما عن نطاق التزام المؤجر بالصيانة حددت المادة 621، حيث حددت نطاق التزام المؤجر بصيانة المأجور، وذلك على النحو التالي، بشرط ألا يكون هناك اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. أولا التزام المؤجر بجميع الترميمات الضرورية. يلتزم المؤجر أن يسلم المأجور في حالة صالحة للانتفاع بها، وعلى المؤجر أن يبقي المأجور صالحا للانتفاع به طوال مدة الإيجار، وذلك بقيامه بجميع الترميمات الضرورية لتحقيق هذه الغاية. أما الإصلاحات الغير ضرورية للانتفاع بالمأجور فلا يلزم بها المؤجر، فتحسين المأجور وتجميله وزخرفته لا يلتزم بها المؤجر، ويلزم المؤجر بالقيام
بالترميمات الضرورية بغض النظر عن السبب الموجب لها، لأنه ملتزم بأن يبقي المأجور بالحالة التي كان عليها وقت تسليمه. وأما إذا كان التلف الذي لحق بالمأجور سببه المستأجر أو أحد أتباعه، فلا يلزم المؤجر بذلك، والتزام المؤجر بالقيام بجميع الترميمات الضرورية تشمل المأجور وملحقاته حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور. ثانيا، التزام المؤجر بالتكاليف والضرائب المستحقة على المأجور، وكذلك ألزم المؤجر وفق نص المادة المذكورة بدفع التكاليف التي تلحق بالعين المؤجرة كالضرائب وثمن المياه إذا كانت تقدر جزافا، بينما يتحمل المستأجر ثمن المياه إذا كانت تقدر بالعداد، وكذلك الكهرباء والغاز، إلا أنه مع ذلك يجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك. ثالثا، الاتفاق على تعديل نطاق الالتزام الخاص بالمؤجر. طبعا تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الأحكام الواردة في نص المادة 621 فقرة ثالثة السابق الإشارة إليها أجازة الاتفاق على مخالفة أحكام الفقرة الأولى والثانية والمادة 621 على اعتبار أن هذه الأحكام مكملة لإرادة المتعاقدين، وبالتالي يجوز الاتفاق على مخالفتها على أن يكون هذا الاتفاق واضحا لا يجوز التوسع فيه. أما عن الأعمال التي تطلبها السلطة الإدارية، قد يتطلب الأمر في بعض الأحيان أن تأمر السلطات الإدارية كالبلديات مثلا وضع مضخات لإطفاء الحرائق أو تنكيس منزل آيل للصقور إلى غير ذلك من الأعمال. ففي هذه الحالة نفرق بين أمرين: الأول، إذا كانت الأعمال داخلة في نطاق الترميمات الضرورية للانتفاع بالعين المؤجرة يلزم بها المؤجر. ثانيا، إذا كانت هذه الترميمات ضرورية لازمة لتهيئة العين المؤجر لنوع معين من الانتفاع كمباشرة حرفة أو صناعة يقوم بها المستأجر، فإن المؤجر لا يلزم بها إلا إذا كان طبعا هناك اتفاق فيما بين المتعاقدين. أما عن الآثار المترتبة على عدم التزام المؤجر بالصيانة أو جزاء إخلال المؤجر بالتزامه، يخضع جزاء إخلال المؤجر بالتزامه بالصيانة للقواعد العامة التي تعطي المستأجر حق طلب التنفيذ العيني وإنقاص الأجرة والفسخ، وأي جزاء يقع على المؤجر يستتبعه المطالبة بالتعويض جراء ما لحقه من ضرر نتيجة عدم وفاء المؤجر بالتزامه، بشرط أن يقوم أولا بإعذار المؤجر، وهذا إعمالا لنص المادة 622 من القانون المدني، حيث أفاد أن الجزاءات المترتبة على عدم قيام المؤجر بإجراء الترميمات الضرورية والتي أشارت إليها المادة 621 قد تمثلت هذه الجزاءات بالآتي: أولا، التنفيذ الجبري أو ما يطلق عليه التنفيذ العيني، يجوز للمستأجر حال التأخر المؤجر بعد إعذاره أن يطلب من القضاء جبر المؤجر على القيام بالترميمات الضرورية وأعمال الصيانة، إلا أن المؤجر لا يجبر على القيام بالصيانة إذا كانت تكلفتها باهظة لا تتناسب مع الأجرة التي يدفعها المستأجر، وليس أمام المستأجر سوى المطالبة بفسخ العقد أو طلب إنقاص الأجرة، والمستأجر أيضا أن يجري الصيانة بنفسه بعد الحصول على إذن من القضاء، ويكون ما أنفقه على الصيانة دين في ذمة المؤجر. كما يجوز المستأجر اللجوء إلى القضاء المستعجل للحصول على إذن للقيام بالصيانة حالة ما إذا تعلق الأمر على سبيل المثال
بإصلاح المصعد أو دورات المياه. كما يجوز له أن يقوم بالصيانة على نفقة المؤجر دون الرجوع للقضاء إذا توافرت بعض الشروط، منها أن تكون الصيانة مستعجلة مثل ترميم الأسطح بسبب الأمطار أو ترميم أعمدة المنزل التي قد تكون آيل للسقوط. كذلك ثانيا ألا يقوم المؤجر بالصيانة رغم إعذاره، فإذا توافرت الشروط السابقة حق للمستأجر القيام بها بشرط أن يبذل عناية الرجل المعتاد. أما إذا لم تتوافر الشروط السابقة للمستأجر أن يعود على المؤجر بما أنفقه على أساس دعوى الإثراء بلا سبب، ولا يجوز حسمها من الأجرة. ثانيا إنقاص الأجرة إذا لم يقم المؤجر بالقيام بالأعمال الصيانة ورغب المستأجر بالبقاء، له أن يطلب إنقاص الأجرة التي نقصت بها المنفعة، ويكون تقدير النقص من وقت وقوعه وليس من وقت المطالبة القضائية. وإذا قام المؤجر بعمل الصيانة اللازمة تعود الأجرة كما اتفق عليها قبل ذلك. ثالثا فسخ الإيجار، يجوز للمستأجر طلب فسخ عقد الإيجار إذا لم يقم المؤجر بإجراء الترميمات التي يتطلبها محل الإيجار، على أن يكون طلب الفسخ مسبوقا بإعذار، وللمحكمة سلطة تقديرية في هذا الشأن وفق جسامة الإخلال المنسوب للمؤجر، وبالتالي تعطى المؤجر مهلة للقيام بالصيانة. رابعا التعويض، يستطيع المستأجر أن يحصل على تعويض عن كل ضرر لحق به بسبب تقصير المؤجر بالقيام بالصيانة المطلوبة منه مثل حدوث تلف الأثاث، بشرط أن يقوم المستأجر بإخطار المؤجر عن كل أمر يستوجب تدخل المؤجر فيه، وهذا إعمالا لنص المادة 639. وتناولت أيضا ثالثا حق المؤجر في القيام بالصيانة اللازمة لحفظ المأجور، طبعا هذا نصت عليه المادة أيضا 624، ومقتضى هذا النص أنه من حق المؤجر القيام بالإصلاحات الضرورية رغما عن المستأجر، وذلك من أجل المحافظة على المأجور، بشرط أن تكون هذه الصيانة ضرورية لحفظ المأجور. أما إذا كانت غير ضرورية فلا تثبت للمؤجر مثل قيامه بزيادة عدد الغرف أو تهيئتها لمستأجر آخر بعد انتهاء الأجرة. ومن أمثلة الترميمات الضرورية صيانة الجدران الآيلة للسقوط، وأن تكون هذه الترميمات مستعجلة لا يمكن تأجيلها، فهي حق له وواجب عليه. فإذا كانت هذه الترميمات ضرورية ومستعجلة ومستعجل المؤجر القيام بها حتى لو ترتب على ذلك إخلال بانتفاع المستأجر المأجور أو حتى حرمانه منه، وعلى المؤجر اختار المستأجر قبل أن يقوم بالصيانة بمدة كافية حتى لا يفاجأ بذلك ولكي يتخذ الاحتياطات اللازمة، وعلى المؤجر القيام بالصيانة بأقل مدة ودون أن يسبب المشقة الكبيرة للمستأجر. فإذا ترتب على قيام المؤجر بأعمال الصيانة إخلالا أو نقصا في انتفاع المستأجر بالمأجور، جاز له أن يطلب إنقاص الأجرة أو يطلب فسخ الإيجار ما لم يوجد اتفاق يحرمه مما سبق، وله أن يطالب بالتعويض عن كل ضرر لحق جراء أعمال الصيانة التي قام بها المؤجر. وهذا وقد اختلف الفقه بخصوص قدرة المؤجر على زيادة الأجرة إذ أدت الصيانة التي قام بها إلى زيادة منفعة المستأجر به عن المنفعة التي روعيت وقت الإيجار. ذهب رأي وبحق أن للمؤجر زيادة الأجرة قياسا على القاعدة التي تقضي إذا نقص الانتفاع نقصا كبيرا نقصت الأجرة بالمخالفة، لذلك زيادة الأجرة زيادة وفي ذلك تحقيق العدالة وتتفق مع قواعد الكسب بلا سبب. وذهب رأي آخر أنه لا بد من موافقة المستأجر على زيادة الأجرة إذا نتج عن الصيانة
زيادة منفعة المأجور، فإذا لم يوافق تبقى الأجرة كما هي، لأن المشرع قصر الحكم في المادة 624 على حالة النقص الانتفاع. ولو أراد المشرع زيادة الأجرة في حال زيادة الانتفاع لنص على ذلك صراحة في نصوص القانون المدني. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة، وسوف نتحدث في المحاضرة القادمة إن شاء الله عن التزامات المؤجل بالضمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.